مستويات، يعني مستوى خفيف، مستوى متوسط ومستوى العميق. في إطار الجهود المبذولة لنشر الثقافة الصحية بين السيدات السوريات في اسطنبول، قيمت فعالية حول التوعية بسرطان الثدي برعاية منتدى السيدات المجتمع السوري. الفعالية هدفت إلى تعزيز فهم المرض وطرق الوقاية منه والكشف المبكر عنه. هي المحاضرة توعوية بتشمل شهر أكتوبر الوردي. المحاضرة مهمة جدا لجميع النساء، نتيجة الكشف المبكر مهم جدا لأنه رح يساعد النساء على اكتشاف المرض بشكل مسبق، وهذا الشيء رح يكون كتير مهم للخطة العلاج، حتكون شافية أكثر. الحقيقة أنه نحن بمجتمعنا عنا تقصير كتير كبير بالتوعية بالأمراض، الكانسر عموما وسرطان الثدي خصوصا. فكتير حلوة، فرصة حلوة للسيدات انه يسمعوا عن تفاصيل المرض، عن كيفية الفحص، اهمية الفحص، كيف احنا بدنا نعالج حالنا بفترة التغذية للوقاية، يعني بالتغذية للوقاية من هذا المرض لا سمح الله. نظمت الفعالية ندوة حضرها عدد من الأطباء المختصين الذين تناولوا أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والوقاية منه. تلا ذلك مناقشة أسئلة الحضور، وهو ما أتاح الفرصة أمام السيدات المشاركات للتفاعل وطرح استفساراتهن حول المرض. هلا صراحة دائما أنا بحب أقول إنه هذا المرض هو المرض الشاغر دائما بعقول يعني 90% من جميع السيدات، حتى مو 90%، يعني نسبة كبيرة من السيدات. الشيء اللي جينا فيه بهي الفعالية إنه صراحة أثبت فيه إنه هذا الشيء هو عبارة عن شبح، في أمور استثنائية فيه، وليس كل شيء ضمن الثدي هو عبارة عن سرطان للثدي، تمام. ونوجه دائما في أخطاء دائما ضمن مجتمعنا بالأفكار الخاطئة لعلاج سرطان الثدي أو بتشخيصه. كانت رحلة بالنسبة لي يعني مش سهلة، وبنفس الوقت حاولت أهونها على حالي أنا، يعني لأنه هي بدها على قد ما هي ثقيلة فالمفروض الواحد شوي هيك يخففها على حاله ويتحدى المرض بصبره بإرادته وما يستسلم. يعني نحن بفكرنا أنه خلص إذا كانسر معناها خلص بفكرتنا والمتعارف عنا، إذا كانسر فأنت خلص حياتك انتهت، يعني حتموت. فأنا لا، إجاها كانسر، عافت منه، رد مرة تانية بعد 3-4 سنوات. تشرين الأول أو ما أطلق عليه أكتوبر الوردي يعتبر الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وهو ما شكل فرصة لمنتدى سيدات المجتمع السوري لعقد الفعالية التي تعكس أهمية رفع الوعي الصحي للسيدات السوريات والعربيات والدعم المجتمعي في مواجهة التحديات الصحية. الورم ما هو سرطان، الورم ينقسم إلى ورم حميد وورم خبيث.